شعري ابتدى يقع جامد وقرطي بقت تعرض. ناس كتير قالت لي ممكن يكون بسبب الصلع الوراثي. عملية زرع الشعر عملية ناجحة جدا. احنا دلوقتي بقينا نقدر ننافس اكبر مراكز في العالم بتعمل التقنية الحديثة، تقنية الـ FUE. عملية زرع الشعر ببساطة هي عملية بتتعمل لعلاج الصلع. الناس اللي عندهم مناطق فاضية الشعر فيها اختفى تماما، نقدر نعوضه بعملية سهلة من نفس الشخص، ننقل بصيلات من مناطق قوية. المناطق دي في الغالب بتكون موجودة في جنب الفروة الرأس وأسفل الرأس، وننقلها للمناطق الفاضية. تقنية الـ FUE الحديثة تقنية بتعتمد على ان احنا نقدر ناخد بصيلة لوحدها، بدل ما ناخد مجموعة من الشعر جنب بعض وبعد كده نبدأ نجزأه، لا، نقدر في نفس المكان ناخد بصيلات متفرقة، بل بالعكس نقدر نجمع اكبر كمية من البصيلات دي. دلوقتي ممكن نوصل ان احنا نزرع 6000 شعرة في مرحلة واحدة، وده يدينا تغطية أكبر لمساحة كبيرة، وكمان نقدر نكثف الشعر بشكل دقيق جدا عشان يدي الشكل الطبيعي ويعوض المشكلة اللي موجودة. وبعد كده تيجي المرحلة التانية ان احنا نبدأ نزرع البصيلات اللي احنا جمعناها. حتة بقى ان هي تتعمل على كم مرحلة دي باختلاف الأشخاص. يعني لو عندنا مساحة صغيرة، في الغالب المساحة دي ممكن تكون موجودة التلت الأمامي من فروة الرأس، دي ممكن تكون تاخد مرحلة واحدة. في بعض الأشخاص لو وصلت لمنتصف الرأس برضو ممكن تعمل في مرحلة واحدة. في أشخاص بقى عندهم المساحة كبيرة، وده بيخلينا نقدر نعملها أكتر من مرحلة، يعني ممكن تاخد مرحلتين أو ثلاثة، وما بين كل مرحلة ومرحلة 6 شهور. الميزة الكبيرة في العملية دي إن هي بتتعمل بتخدير موضعي، الشخص بيبقى صاحي قاعد. التيم في العمليه دي مهم قوي. احنا عندنا دلوقتي تيم محترف، لان العمليه ما يقدرش يعملها واحد او اتنين، مجموعه بتبقى محترفه بتقدر ان في عدد ياخد البصيلات، عدد تاني يعمل حاجه اسمها رص البصيلات. يعني احنا بنقدر ننقي احسن واقوى بصيلات معانا عشان هي دي اللي احنا هنزرعها، وبالتالي هيعتمد عليها النتيجه بتاعتنا. وبنحطها في كونتينرز معينه عباره عن بوكس صغيره بيبقى فيها سوليوشن او محاليل خاصه عشان تحافظ على الفيابيليتي، وان البصيله تبدا تفضل بنفس الطبيعه بتاعتها، ما يحصلهاش اي ان هي تموت او اي حاجه، عشان نعرف نزرعها وبالتالي نعتمد ان هي تنمو من اول وجديد. وتيجي بقى المرحله الثانيه، المجموعه بقى اللي هتبدا تزرع الشعر. وقت العمليه في الغالب بيكون من 6 لـ 7 ساعات، بنخرج في نفس اليوم وبنيجي على تاني يوم بنعمل جلسه مهمه قوي اسمها جلسه البي ار بي اللي هي البلازما، عشان دي بتثبت البصيلات وبتثبت الشعر. وبنستنى فترة 6 شهور، لأن دي الفترة اللي فيها البصيلة لسه بتتعود على المكان الجديد بتاعها وتبدأ تنمو تدريجيا، عشان لما نحصل على النتيجة بتاعت عملية زرع الشعر في نهاية الـ6 شهور ونحس بالشكل اتغير ونحس بنتيجة العملية كويسة.